اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول. قد لا ينجح الكثير من الأشخاص في الدخول إلى القفص الذهبي وإنشاء حياة زوجية مستقرة وسعيدة، لذا فإن بعض الاختبارات قد تدلك على الأمور التي قد تسبب الانفصال بينك وبين شريك الحياة، أو قد تخبرك ببعض العواقب التي سوف تواجهكما. لذا تابع معي هذا الاختبار، شاهد هذه الصورة، اختر واحدة فقط من بين حبات الألماس هذه، الألماسة رقم 1 أو الألماسة رقم 2 أو الألماسة رقم 3 أو الألماسة رقم 4 أو الألماسة رقم 5 أو الألماسة رقم 6. والآن تابع معي لتكتشف ماذا يقول علم النفس عن اختيارك هذا. إذا كنت قد اخترت الألماسة رقم 1 فيدل هذا الاختيار على شخصية قوية وصادقة معاً، لذا إذا كان هذا اختيارك فأنت شخص يستطيع العمل بطريقة جيدة ويمكنه أن يمنح الكثير ويرغب دوما في الحصول على مكافآت مقابل ما يبذله من جهد وتعب. لذا قد لا يناسب هذا الأمر شريكك الذي قد لا يعبر عن مشاعره بسهولة أو لا يوليك اهتماما في الأمور التي تفعلها لإسعاده، وقد يكون هذا هو أحد أسباب الانفصال. الألماسة رقم 2، هذه الألماسة المستديرة تدل على المثالية وتناغم الشخص مع ذاته واكتشافه لقدراته ومواهبه المدفونة، مما يجعله لا يتقبل آراء الطرف الآخر، وقد تبدو طباعه عدائية، مما يجعل شريك الحياة ينفر منه وينفصل عنه. الألماسة رقم 3، هذه الألماسة المربعة تخبرك أنك شخص مرتب ومنظم جدا في كل جوانب الحياة، كما أنك حريص على مواعيدك بشكل ممتاز وتهتم بأدائها على أكمل وجه، لذا قد لا تستطيع الانسجام مع شريك حياتك في حال لم يكن دقيقا في مواعيده أو لم يستطع تحقيق التوازن في علاقتكما. الألماسة رقم 4، إذا كان اختيارك قد وقع هنا فأنت بالطبع شخص ذو همة كبيرة يسعى في سبيل العمل ولو لساعات طويلة من أجل تحقيق أهدافه، لذا فقد لا تستطيع الخضوع لعلاقة الارتباط في حال كان الطرف الآخر يتدخل بشأن نظرتك للمستقبل، كما إنك لا تحتمل الشريك الذي يسير بهمة بطيئة لتحقيق أهدافه. الألماسة رقم 5، هذا الاختيار يشير إلى شخص حساس ولطيف للغاية. إذا كنت هذا الشخص فأنت تحب أن تقوم بمساعدة الآخرين في أغلب الأحيان، تتميز بكرمك وعطائك وعفويتك الجميلة، لذا يجب أن يكون شريك حياتك لا يحمل أي طباع أنانية، لأن ذلك لا يمكن أن يجعلكما على توافق أبداً، بل قد تنشأ بينكما مشاكل متكررة تنتهي بالانفصال. الألماسة رقم 6، هذه الألماسة تدل على أنك تتميز بالنزاهة والصدق في حياتك وتحب الابتعاد عن أي مكان قد يحتوي على علامات للغش أو الاحتيال. بالطبع أنت إنسان وفي ولا تحبذ الخيانة، بل إنك مخلص دائما، لذا يجب على شريك حياتك أن يمتلك نفس الصفات، وإلا فإن علاقتكما قد لا يكتب لها النجاح. اكتب لي في التعليقات أي ألماسة اخترت أنت، وما رأيك بما يقوله علم النفس عن هذا الاختيار؟